بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بحضراتكم في يوم جديد من قناتنا أرضنا على سطحنا، معكم أحمد وحشيش. أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، كنت كلمت حضراتكم عنها في فيديوهات سابقة، اللي هي إيه إن شاء الله، اللي هي إن احنا كنا زرعين السطح ده كمرحلة انتقالية. لو حضراتكم شفتوا فيديوهات سابقة كنا زارعين فيها الفول، وكان على السطح، كان مال السطح ده كله كان حضراتكم تشوفوا، كان مش باين اي زرع من اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب انا قلت لحضراتكم في فيديوهات سابقه ان كان الهدف من زراعه الفول هدفين. ايه الهدف الاولاني؟ ان انا كنت الزرعه الاساسيه بتاعتي هي الدراجون البلاك بيري او التوت الاسود او نبات العلي، ده هو الهدف الاساسي بتاعي، ان انا عايز اعمل منه مزرعه فوق سطح بيتي. يعني حضراتكم هتشوفوا النهارده كسبت، واظن ان مفيش لسه حد عمله عندنا. انا شفت المزرعه دي في الامارات، انما ما شفتهاش لسه حد عامل مزرعه للتوت البري او التوت الاسود او البلاك بيري على سطح بيته. انا النهارده ان شاء الله بقالي يومين او ثلاثه بكشف السطح. حضراتكم هتشوفوا الدعامات اللي انا عملتها للبلاك بيري. حضراتكم اللي عايز يستفاد عشان يعمل على سطح بيته، انا عملت كده ليه؟ لان انا ان شاء الله ناوي انقل من مرحلة مجرد زراعة اسطح بس كده لمرحلة استثمار نقدي وعائد نقدي يعود بي. انا كده كده بطلع على سطحي، يبقى كده كده اقدر استثمر السطح بتاعي واقدر اجيب منه فلوس، اصرف منها واعيش منها كويس، ارفع مستوى دخلي. هو ينفع؟ ينفع طبعا. حضراتكم تعرفوا ان البلاك بيري ده من اغلى انواع الفواكه الاستوائية اللي بتباع في الاماكن الغاليه جدا، مش كله حتى بيقدر يحصل عليها في المولات الكبيره والماركتات الكبيره. يعني حضرتك لو عايز تعمل لنفسك ربح كبير 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 بمعنى كبير يعني، وتنتج منه كميه تصلح للبيع، انا بوري حضرتك ازاي خطوات اللي انت شايفها قدامك. انا الدعامات اللي حضرتك شايفها دي او الخشب ده اخذت مني يوم بحاله بقطع فيها وبعملها، مجهود شاق جدا طبعا، قطعتها من شجر. واشوف حضراتكم انا جايب ارتفاع قد ايه، لان ما شاء الله البلاك بيري هيجيب الارتفاع ده، واظن ونتعشم في وجه الله ان هو هيجيب الارتفاع ده. واحنا دلوقتي في مرحله الازهار والاثمار بعد كده ان شاء الله، يعني على شهر اخر ثلاثه اول اربعه كده ننتظر ان شاء الله الاثمار. انا معطش دلوقتي، كان في تحت هنا عندنا الفول كان مزروع عليه فكانش مديني فرصه ان انا اعطشه كويس، فانا بقى ما عطش دلوقتي. حضراتكم هتشوفوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا عندنا دي شجره بلاك بيري مزروعه في اخر 9 في اول 10 اللي فات ده في 2022، احنا النهارده 11/3/2023. شوفهم ما شاء الله جايبه 3 افرع يا جماعه. يعني انت ما شاء الله احنا في سبيل ان احنا نعمل مزرعه محترمه. شوفوا التفرع او العود ده وصل لارتفاع قد ايه يا جماعه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صلى على الحبيب، قلبك يطيب، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بص يا جماعة، شوفوا حضراتكم البلاك بيري وصل لحد فين، التوتة بتاعتنا التوت البري وصل بالارتفاع لحد فين. أنا كمان مديله ما شاء الله ارتفاع عنده، سايب له كمان أهو فوق كمان حوالي 80 سنتي يجيب براحته. لان انا بقول لحضراتكم دايما في حوار داير بيني وبين صديقي العزيز اللي اشار عليا بفكره زراعه النباتات الاستوائيه بصفه عامه والبلاك بيري بصفه خاصه، الباشمهندس رام عطيه صاحب مشاتي للاخوه، وقال لي بساله البلاك بيري هيجيب ارتفاع قد ايه؟ قال لي ممكن يجيب معاك ارتفاع مترين، وانا بشكره فعلا والله يعني على نصايحه الدايمه ليا في الحاجات بتاعت زراعه النباتات الاستوائيه ومعلومات مهمه اللي دايما بيمدني بيها على طول، دايما يقول لي اعمل ايه وازرع ازاي. بصوا يا جماعه، انت دلوقتي في مرحله مزرعه، فعلا مزرعه اهي ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. احنا كمان انا ادخلت جبت نبته طبعا بلو بيري او التوت الازرق، وده من اغلى من نوع الاسود كمان، ده من اغلى انواع الفواكه اللي ممكن تتصورها في حياتك. بصوا يا جماعه، دي جايبه ثمره اهي، حتى انا بجيبها من الباشمهندس رام عطيه. شوف العود قد ايه، طبعا دي كشجره كمان اغلى من دي كمان بكتير، حتى في سعر الشتله نفسها لحضراتكم يعرفوا. ده بلو بيري او التوت الازرق، وان شاء الله انا لسه الشتل ده بقاله اسبوع بالظبط او ما يكملش اسبوع، 4 او 5 ايام ما شاء الله، عمليه النقل تمت بنجاح اهيت ما شاء الله.
بنطمن الباشمهندس رامي عطيه طبعا ان احنا عرفنا ننقل الشتلات. طبعا دي شكاير اللي كانت مزروعه فيها ذره السنه اللي فاتت، هندورها وان شاء الله هنزرع فيها ذره وحضراتكم هتشوفوها برضك، والشتلات العبوات الفاضيه دي كلها ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين العبوات اللي هي فاضيه دي هنعمل فيها ايه؟ هوري لحضراتكم ككماله استثمار للسطح بتاعي او هعمل ايه بقى عشان فعلا يدخل لي دخل. بصوا حضراتكم، بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا كنت عملت فيديو سابق عن ثمره البيبينو يا جماعه، دي البيبينو اهيت، البيبينو دي استوى ونضج اهوت، وعملت فيديو عن تقشيره واكله وفوائده والتجاره فيه، واحد الافاضل الاعزاء المصدرين لهذا النوع من النباتات طلب عينات منه، واحنا ان شاء الله في مرحله مهمه جايه ان شاء الله هناخد ارض بفضل الله كبيره ان شاء الله ومع صديق، وهنزرعها ان شاء الله ونخش في مرحله الانتاج للتصدير باذن الله. دي كانت تجربه على سطح بيتنا. بصوا يا جماعه، اصل انا كنت بقول لكم ان انت ممكن تغتني من هذا النبات. يا جماعه النبات ده مزروع في شهر 9 اللي فات، في اخر 9. شوفوا احنا اكلنا منه كم مره، وحضراتكم حضرتوا معانا لو رجعتوا فيديوهات سابقه هتلاقوا حضراتكم واحنا بناكل منه وجمعنا منه بدل المره 2 و3 و4. شوفوا يا جماعه النضج ما شاء الله، يعني الثمره نضجت تماما، كميه انتاج مهوله. ده طبعا الى جانب البلاك بيري الاساسي. طب انا بقول لحضراتكم العبوات الفاضيه دي هعمل فيها ايه؟ بصوا حضراتكم، وده شيء بفضل الله يعني جميل، دي شتلات بينه انا اخدتها من هذا الزرع، اخدتها من الزرع ده وعملت منها شتلات اهي اهي، عشان بس اقول لحضراتكم ان انا فعلا كانوا بيقولوا لنا في الجيش الدليل على المعلم، دليل على المعلم. انا بقول لكم ان الحاجه دي مربحه وهتكسبني، وانا بقول لكم ان انا فعلا بدل ما كان عندي 6 شتلات بس من البيبينو، لا انا هزرع كل الخط ده يا جماعه، كل الخط ده بيبينو، وان شاء الله تحضروا زراعته وهوريه لكم بعد ما ازرعه ان شاء الله. وطبعا حضراتكم يعني اتمنى ان لو في حد بيفكر في الموضوع بتاع التجار بالبلاك بيري ان شاء الله، بص شوف الفيديو ده هتستفاد منه كتير، هتحقق منه فايده ممكن تنفعك. انا بس عايز اقول لحضراتكم على ان انا بعد ما عملت البلاك بيري دون في فتره التعطيش، لو حد بس حضراتكم كده كان شاف، انا فضلت اديله سماد ورقي. كنت عملت قبل كده حلقه بالتسميد بالخميره، وده تسميد بالان بي كي، ان بي كي ان بي كي متعادل 20 20 20. يعني ايه 20 20 يا جماعه للي لسه برضك اول مره يستخدم المنتج ده او يعرفه؟ متعادل بوتاسيوم 20 بوتاسيوم، ان بي كي فوسفور نيتروجين، ان نيتروجين بي فوسفور بي بوتاسيوم كي فوسفور 20 20 20. يبقى انا عندي منتج اهوت يا جماعه، انا بستخدمه كسماد ورقي اهو حضراتكم، دي الرشاشه بتاعتي عشان برضك اهوت الدليل اهوت قدامكم. انا برش بيها البلاك بيري في المرحله دي اللي هي ما قبل التزهير، عايز اعمل تقويه للنمو الخضري. بصوا يا جماعه بغسل بيه، مش هروي الوقت خالص يا جماعه، انا معطل شويه عشان احقق نمو خضري وزهري بس في الفتره دي، عشان مش عايز الزهرة عامة يا جماعة. لو انت عندك اي نبات مزهر، اي نبات مزهر، فول، ياسمين، ياسمين هندي، حتى الفول العادي البلدي اللي هو بيتزرع في الحقول، لو انت عايزه يزيد في التزهير والازهار بتاعته تبقى كتير، يقول لك عطشه شوية. يعني لو انت عندك اي نبات وعايزه يخش على مرحلة التزهير على طول ويدي لك كمية ازهار كويسة جدا، عطش شوية يا جماعة ما تخافش، بس مش تعطيش لدرجة الموت طبعا، اتعطش بس لحد ما تشوف الازهار والثمار طلعت تبدأ تروي، وري يكون ري بردك بنسب معقولة. ده استخدام الان بي كي بردك في تسميد الورقة يا جماعة. كنا عملنا قبل كده تسميد ورقي باستخدام الخميرة، وحضراتكم اللي عايزين تشوفوه في فيديوهات سابقة لترجعوا للفيديو شوفوه، انما ده باستخدام الان بي كي، والان بي كي سماد ممتاز للتسميد الورقي والارضي. يعني حضرتك لو حطيته في برميل ورويت بيه النبات مفيد جدا، وبرضك يديك فوائد كبيره جدا للنبات. بصوا يا جماعه الجدر اللي انا برشه ده طالع اهوت من النبات ده. وده كان فيديو مهم جدا يا جماعه زي ما انا قلت لكم على مزرعه البلاك بيري
او اننا ان شاء الله رب العالمين نخش بمرحله بقى فعلا ان احنا نستفاد من سطحنا، ندخل نفسنا فلوس نجيب ليه. وان شاء الله اعمل لحضراتكم فيديو جاي عن محتويات السطح بقى والحاجات التانيه، الرمان، التوت، الجوافه الحمراء، الجوافه السوداء، الليمون، اعمل لحضراتكم والباشن فروت. بس عشان ما اطولش على حضراتكم، واتمنى لو الفيديو عجب حضراتكم تدعمونا بالاشتراك معانا في قناتنا، وتشرفونا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، واكبر قدر من الناس محبه لزراعه الاسطح يستفادوا. وما تنسوش اللايك يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.